عرفيني باسمك؟ مروه محمد احمد. من وين يا مروه؟ من عدن. تعالي لا تهربيش يا بنت عدن. اين يقع وادي بلابل؟ بلابل بلابل بلابل. انت ما شاء الله حاولي. يقع وادي بلابل اين؟ من اللي قلب العراق؟ برافو عليك، الاجابه غلط. شكرا لك. اين يقع وادي بلابل؟ ها؟ وادي بلابل. وادي بلابل. وادي بلابل هو منطقة في الحجرية أعتقد. وادي بلابل. وادي بلابل هو في جبل حبشي. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. علي جابر. من وين يا خالد؟ أنا من لحج. السؤال يقول أين يقع وادي بلابل؟ وادي إيش؟ بلابل. 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 والله الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. تعرفين باسمك؟ نبا محمد علي. نبا أهلين، وانت اسمك؟ حليمة عبد الله رضمان. حليمة، طيب أنا عندي سؤال ب20,000 ريال. طيب أولا شيء، من فين أنتم؟ من تعز؟ من فين بالضبط؟ من شارع عبد السلام. وانت؟ شارع عبد السلام. طيب أين يقع وادي البلابل؟ وادي البلابل. أين يقع وادي البلابل؟ الضباب. لا مش في الضباب. عرفني باسمك؟ اسمي أحمد علي صالح. من وين؟ من عدن. يا حياب عدن وأهل عدن. المعلى بالذات. حيابك حياب المعلى. أسألك سؤال عليه 20,000 ريال. أهلا وسهلا. أين يقع وادي بلابل؟ وادي بلابل والله ما أعرف. أيها السلام، يا مرحبا. كيف حالك يا أمي؟ الحمد لله. اسمك؟ حمامة. حمامة؟ أمي حمامة إيش تعملي هنا؟ اللي بالله لك ما تعيش معي جوهاي. تبيعي ليمون؟ كم معك أولاد؟ معي خمسة. معك خمسة؟ الله يحفظ لكم. وين زوجي؟ زوجي شيبة. شيبة؟ وانت اللي تشتغلي تشقي عليهم؟ كم يطلع لك باليوم؟ حصلت 500,000 ريال ابوك غديون وخلاص. اليوم 500,000 ريال بس؟ مو تفعلي بلا 500,000 غدي. الحين انت من هنا من ابناء الاحمر؟ لا انا من ابناء الشمال. وين؟ ريمة. من ريمة؟ ايش عايشة بالاحمر؟ اتت سنة قحطان محمد الشعبي. ايام عهد قحطان الشعبي. ما شاء الله كم عمرك؟ الله يعلم. ما شاء الله من ايام عهد قحطان الشعبي. طيب يا امي حمامه، انا ايش اسالك سؤال على 20,000 ريال، لو عرفت تجاوب. انسانه لا قاري ولا كاتب. شو اساعدك؟ امي. شو اساعدك؟ ايوه. في وادي اسمه وادي بلابل. وادي بلابل. اين يقع وادي بلابل؟ المكان؟ والله ماني فاهمه ابو. طيب انا شغششك، هو يقع في تعز. اين في تعز؟ طيب انا شغششك، هل يقع في بني حماد ولا يقع في المعافر ولا يقع في جبل صبر؟ بني حماد. اين يقع بني حماد؟ وايش اسمه وادي من؟ وادي بلابل. بلابل. وادي بلابل في بني حماد. أيوة. حلو، اذا وادي بلابل في بني حماد محافظه تعز كان هو اجابه الرحال في حلقه اليوم. حاولنا ان احنا نساعد الوالده حمامه. قلت لي اسمك حمامه من؟ حمامه حيدر حسن صالح. اذا الف مبروك يا امي حمامه، حصلتي على 20,000 ريال جائزه الرحال هنا في محافظه لحج. الف مبروك.